9900 هو عدد المحافظ التي ساهمت بها مديرية النشاط الاجتماعي بنعامة خلال الموسم الدراسي الجديد والموجهة للفئة الهشة من المجتمع على أن توزع من قبل مديرية التربية عبر مؤسساتها بمختلف بلديات الولاية. ما يخفاكوش بأن مديرية النشاط الاجتماعي على مستوى ولاية نعامة استفادت ببرنامج ثمين جدا، برنامج الخاص بفخامة السيد فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يعطي أهمية كبرى للمناطق الصحراوية وخاصة البلديات الحدودية، هذا من خلال برنامج الحكومة. 9000 حقيبة تم تسليمها إلى مديرية التربية على مستوى ولاية نعامة وسيتم التكفل بهم وتوزيعهم على مستوى المؤسسات التربوية والتلاميذ. عمليات التمويل بالأدوات المدرسية والتي فتحت للمنتجين الوطنيين سمحت بانتقاء عروض تنافسية مكنت من مضاعفة عدد المحافظ وبنفس القيمة المالية للموسم الفارط مقارنة مع السنة اللي مضات. مديرية النشاط الاجتماعي استفادت 1.2 مليار، خصص هذا المبلغ مباشرة ب4000 حقيبة. أما في السنة هذه كيف فتحنا المجال للمنتجين وتجار الجملة وفتحنا باب المنافسة للجميع كان المبلغ يقدر 1.150 مليار سنتيم، كان مقابله مباشرة 9900 حقيبة. فضلا عن مساهمة الدولة في عملية التكافل الاجتماعي، بادرت المديرية باستقبال الهبات والهدايا التي تضمنت ألبسة وأحذية. كاين ناس محسنين المنبر تاع قناة البلاد، أقدم لهذا المحسن كل التحية والتقدير، وهذا للمبادرة التي قام بها في إدخال السعادة والفرحة للتلاميذ للعائلات المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة، وهو مشكور. وهذه الهبات التي سيشرف عليها السيد ولي ولاية شخصيا وهو من هذا المنبر كذلك مشكور، لأنه أعطى أهمية كبرى للعائلات المعوزة على مستوى ولاية نعامة. فرحة طفل وابتسامة ممزوجة بالبراءة حين استلام مئزر ومحفظة آثار ضاعفت من قيمة الهدايا والإعانات المجسدة لسياسة التكافل الاجتماعي التي اعتمدتها الدولة تجاه أبنائها.